الجالية المغربية المقيمة في فرنسا يشعرون أنهم مزدوجي الهوية. هذا عادي، يقدر يبان للباحث أنه عادي، أنهم تصالحوا وأنتجوا نوعا من الوعي المركب على أن فيهم شقين، فيهم هوية مغربية وفيهم هوية للجيل الثاني والثالث والرابع للبلدان الإقامة أو بلدان المنشأ اللي تولدوا فيها، لأننا نتكلم على أجيال دابا الآن اللي تولدت في أوروبا. وهذا في كاين المشكل أن 60% من هذا 80% يشعرون في المغرب أنه ينظر إليهم كأجانب، بمعنى أن قضية الاندماج ماشي مشكلة الجالية، مشكلة ديالنا حنا، ليست مشكلة ديال الجالية، مشكلة ديال الإحساس ديال اللي داخل. وهذا مؤشر ماشي بسيط. 80% يشعروا أنهم مزدوجي الهوية، بمعنى أنهم هم مواطنون في نفس الوقت تربطهم بالمغرب روابط وتوابط الهوية، وهي ذكرها الملك في خطاب ديال الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، اللي هي الارتباط بالوطن، تعلق بالمقدسات وخدمة المصالح العليا. وهم أيضا مواطنون لبلدان الإقامة، لكن المشكل فين كاين؟ كاين عندنا حنا.